السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات العقيدة. رابط الكتاب هتلاقيه في الوصف سواء على الفيس أو على اليوتيوب. اتكلمنا المرة فاتت عن أنواع الكفر الأكبر، وهم كفر التكذيب والشك والاستكبار والاستهزاء والبغض والإعراض والنفاق. النهاردة عندنا أنواع بقى النفاق اللي هو types of hypocrisy، وعندنا major hypocrisy اللي هو النفاق الأكبر. The definition of hypocrisy، تعريف النفاق، is to hide something، إنك تخفي حاجة، and to show something، وتظهر حاجة opposite to what is hidden، على أو حاجة عكس اللي انت ايه تخفي. It therefore follows that a hypocrite is الليار، وبالتالي ده معناه ان الشخص المنافق ده ايه كذاب. major hypocrisy، اول نوع اللي هو major hypocrisy اللي هو النفاق الاكبر، ده بيبقى ايه؟ ده بيبقى hypocrisy in belief اللي هو النفاق في الاعتقاد، اللي هو انت تؤمن بحاجة او تظهر انك تؤمن بحاجة وانت في الحقيقة بتؤمن بحاجة تانية. طيب characteristics of the hypocrites اللي هي صفات المنافقين، اول حاجة they lack in obedience، يعني عندهم قلة في الطاعات. display يعني بيظهروا laziness and heaviness اللي هو الكسل والثقل. while doing the obligations لما بيعملوا أي واجب من الواجبات زي الصلاة. والله سبحانه وتعالى يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. verily the hypocrites seek to deceive Allah but it is he who deceives them and when they stand up for as-salah the prayer they stand up or they stand with laziness and to be seen of men and they do not remember Allah subhanahu wa ta'ala but little. they are like chameleons دول اللي هم الحرباية، changing their colors in order to save themselves and their wealth، بيغيروا ألوانهم عشان يحافظوا على نفسهم وعلى ثروتهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. and when you look at them their bodies please you and when they speak you listen to their words they are as blocks of wood propped up they think that every cry is against them they are the enemies so be aware of them may Allah curse them how are they denying or deviating from the right path ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون they swear by Allah subhanahu wa ta'ala that they are truly of you while they are not of you but they are people hypocrites who are afraid that you may kill them. الصفة اللي بعد كده اللي هو السفه وقلة العقل foolish and shallow minded. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. and when it is said to them hypocrites believe as the people the followers of Muhammad صلى الله عليه وسلم الأنصار and the المهاجرين have believed they say shall we believe as the fool have believed verily they are the fools but they know not. طيب how is their foolishness displayed يعني ايه مظاهر السفه بتاعهم او قله العقل بتاعهم. اول حاجه they prefer the dunya over الاخره بيفضلوا الدنيا على الاخره. the hypocrites are amazed by the disbelievers and their success يعني مبهورين قوي بالكفار وبالنجاح بتاع الايه او بالنجاحات their successes اللي هي النجاحات بتاع الكفار of the dunya اللي هي نجاحات الدنيويه thinking that islam is backward بيفكروا ان الاسلام ده حاجه ايه يعني متخلفه او رجعيه. though in their heart they know that the muslims have the truth مع انهم في قلبهم عارفين ان المسلمين معهم الايه الحق. the quran mentions the hypocrites sit with the disbelievers القران بيذكر ان المنافقين بيجلسوا مع الايه الكفار so they become inclined to them عشان يميلوا ليهم يعني. تاني مظهر من مظاهر سفه العقل بتاعهم شيطان manipulates them الشيطان بيتلاعب ايه بيتلاعب بيهم. ده شيطان gives them different ideas بيديهم افكار مختلفه and they listen to its whispers وبيسمعوا هما بيستمعوا للايه للوساوس بتاعته
whilst Allah سبحانه وتعالى tells us not to listen to the one who is a clear enemy. مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان احنا ما نستمعش للشيطان اللي هو عدو مبين. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه ايه عدوا. استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. شيطان has overpowered them, so he has made them forget the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. They are the party of shaitan. Verily, it is the party of shaitan that will be the losers. بعد كده عندنا من علامات المنافقين اللي هم they change their colors, بيغيروا ألوانهم, اللي هم بيتلونوا يعني. Cheat يعني بيروغوا أو بيخادعوا أو بيغشوا. And are unstable يعني مش مستقرين, متذبذبين. Their speech shows instability يعني كلامهم بيبين عدم الاستقرار اللي هو التذبذب بتاعهم. Lying so much, بيكذبوا كتير جدا. That they have to keep adding to their lies to cover up, بيقعدوا بقى يزودوا في الكذب بتاعهم عشان يغطوا على الكذب الأولاني. The hypocrites change their colors according to their situation and environment, بيغيروا أو بيتلونوا على حسب على حسب الموقف والبيئة. مذبذبين بين ذلك, لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. They are swaying between this and that, belonging neither to these nor to those, and he whom Allah sends astray, you will not find for him a way to the truth, اللي هو الإسلام. من علاماتهم برضو the hypocrites feels inferior in front of the disbelievers, دايما بيحسوا بالنقص امام امام الكفار. The hypocrites do not feel honored with Islam, مش بيحسوا بعزة الإسلام. Rather they feel, بل بيحسوا it makes them inferior and less, بيحسوا ان هو الإسلام بيخليهم أقلية او في مستوى اقل من اللي قدامهم. من علاماتهم ايضا they lack modesty, عندهم قلة في الحياة. And possess, ويمتلكوا sharp tongues, يعني ألسنة حادة وألسنة سليطة. Someone who speaks with a sharp tongue, الشخص اللي بيتكلم بلسان سليط, shows no respect for himself or others, ولا بيحترم نفسه ولا بيحترم الآخرين. A believer on the other hand, على النقيض بقى المؤمن, is wary of his speech, يعني بياخد باله من من كلامه. Knowing that he will be held to account for it, عارف ان هو هيتحاسب عليه. So he does not speak with desire, عشان كده بيتكلمش من هواه. الله سبحانه وتعالى يقول أشحة عليكم, فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت, فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Being miserly towards you as regards help and aid in Allah's cause, then when fear comes, you will see them looking to you, their eyes revolving like those of one over whom hovers death. But when the fear departs, they will smite you with sharp tongues, miserably towards spending anything in any good, and only covetous of booty and wealth. Such have not believed. Therefore, Allah subhanahu wa ta'ala makes their deeds fruitless, and that is ever easy for Allah subhanahu wa ta'ala. يبقى كده اتكلمنا النهارده عن صفات المنافقين, اللي هي اول حاجه they lack in obedience, يعني عندهم قله في الطاعه, وبيظهروا display laziness and heaviness, وعندهم كسل وثقل. while doing obligations, لما بيجوا يعملوا الطاعات او الواجبات. cowardly and laden with fear, مملوئين بالخوف والجبن. foolish and shallow minded, عندهم سفه وقله عقل. They change their colors, بيتلونوا. cheat, بيخدعوا ويغشوا. and are unstable, متذبذبين. The hypocrite feels inferior, المنافق بيشعر بالنقص. in front of the disbelievers, أمام الكفار. They lack modesty, ينقصهم الحياء. and possess sharp tongues, وعندهم ألسنة صليطة. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم بقى عن أعمالهم, إيه الأعمال اللي الشخص لما بيعملها يعتبر دي أعمال منافقين كفرية, و
للأسف بعض الناس المسلمين بيقعوا في حاجة دي من غير ما ياخدوا بالهم، فهنتعرف على الأعمال دي عشان نتجنبها. وبكده نكون وصلنا لنهاية درس النهاردة. أتمنى تقول لي إيه أكتر مصطلحات استفدت بيها في درس النهاردة، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.